واضح ان في 2022 انت مش هتحتاج تمشي بمحفظه ولا حتى كروت فيزا، بعد ما في شركه بريطانيه هولنديه قدمت تقنيه كده اسمها الشريحه المصرفيه، تقدر بلمسه ايد تدفع كل مشترياتك، تدفع مصاريفك، تسافر حوالين العالم وتدفع من دوله لدوله عادي جدا من خلال شريحه بتتركب تحت الجلد. الموضوع ده مش خيال، الشركه قالت ان فعلا تم بيع 500 شريحه خلال السنه دي وانه الناس مقبله جدا عليها. عن تفاصيل الشريحه قالت انه هي في حجم حبه الرز وزنها تقريبا جرام. مش بس كده، الشريحه الالكترونيه دي محطوطه جوه كبسوله اللي هي بقى قد حبه الرز دي، مصنوعه من ماده تشبه البلاستيك لكنها ماده حيويه مش خطره على الجسم. لكن ده الكلام اللي قالته الشركه. في تاني يعني تعليق بقى من مختصين قالوا انه ما نقدرش نعتمد قوي عليها لانها ما زالت تحت الابحاث وبنشوف رد فعل الجسم تجاهها، وكمان ممكن فيها يكون فيها بعض المخاوف الامنيه. بعيدا عن الكلام ده كله، لو في شريحه ممكن تتركب تحت الجلد وتخليك تدفع كل مشترياتك، انت ممكن تعمل حاجه زي كده؟ اكتبوا لنا في الكومنتس.